كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم وصيام مقبول. رمضان بيفكرنا بالتراث وبالتاريخ، وعلى فكرة تراثنا فيه جانب مهم عايز أكلمكم عنه، الإسهامات الإسلامية في العلم والمعرفة. ده علماء المسلمين نظموا المعرفة اللي سبقتهم وترجموها للعربية وزادوا عليها كتير كتير، وبنوا أساس العلم الحديث اللي تفوقت فيه أوروبا وأمريكا النهاردة. تعالوا معايا في رحلة مع علماء الإسلام. النهاردة عايزين نتكلم عن البوزجاني. البوزجاني ولد في بوزجان في أواسط آسيا حوالي سنة 940 ميلادية، وتوفي صغير السن دون 50 سنة 988. هو صغير كان عمره 20 سنة، راح لبغداد. طبعا بغداد كانت العاصمة الكبرى في ذلك الوقت، وذاع صيته وانتشر ما بين الناس لأن كتبه ورسائله وشروحه اتعرفت، وكتب شروح لمؤلفات الإقليدس وديوفانتس والخوارزمي. الحقيقة طول حياته في بغداد والبوزجاني بيألف ويرصد ويدرس ويكتب، وهو فعلا من الأئمة المعدودين في الفلك والرياضيات، وله مؤلفات قيمة جدا من أشهرها الشغل اللي عمله في الهندسة. إنما ما ننساش هو أيضا اشتغل في الجبر، فزاد على بحوث الخوارزمي أبو الجبر. الخوارزمي بكتابه الجبر والمقابلة هو لدنا كلمة الجبر. فالحقيقة هو البوزجاني ربط ما بين الجبر بالهندسة، وحط النسب المثلثية، وأول واحد استعملها في حلول مسائل رياضية. فحساب المثلثات اللي هنعرف عنه النهاردة بوزجاني من مؤسسيه، وضع الجداول الرياضية، ولقى طريقة جديدة لحساب جدول الجيب، كانت جداول دقيقة جدا اللي بيعملها. وعبقريته بنت في حاجات كتيرة جدا. نقدر نذكر مثلا من مؤلفاته القيمة، له كتاب اسمه الكامل. والكامل ده فيه ثلاث مقالات. الأولى بتكلم على إيه اللي لازم نعرفه قبل ما نتكلم في حركات الكواكب، الثانية بيتكلم في حركات الكواكب، والثالثة بيقول أمور اللي تتعرض إليها في حساب تحركات الكواكب. وبعدين كعمل إيه اللي الناس بتحتاج له من علم الحساب، مقسمه سبع فصول، إيش رياضيات بحتة وإيش الناس محتاجة لإيه في حساباتهم اليومية، وإيه الحاجات اللي تسهل لهم الدنيا. وله كتاب ما يحتاج إليه الصانع من عمال الهندسة، وأخذ من اللي سبقوه هيرون وغيرهم. مش بس أخذ منه، ده حل المشاكل اللي استعصت على الإغريق، مثل تثليث الزاوية وتربيع الدائرة، واشتغل فيها كتير، وإن كان هو محلش تربيع الدائرة إنما له بعض الإسهامات في هذا. وله أيضا كتاب الفاخر في الحساب، استعمل فيه الحروف الأبجدية بدل الأرقام العربية. يعني طريقة الجبر الجديدة لما نكتب سين زائد صاد تساوي عين، ده من طريقة برضو اللي هو كان بيستعملها في هذا الكتاب من أكتر من 1000 سنة. وعمل جدول فلكي رائع في الدقة، كان فيه كتير من اللي عرف يرصده من مرصده في بغداد، واستمر هذا المرصد له أهمية كبرى إلى قيام المرصد الكبير في مراغة قرابة 300 سنة بعد كده. يا سلام على العالم الكبير البوزجاني.